أخبار اليوم. علي زايد ذات الابتسامة الجميلة. علي زايد دي عشرة عمر، يعني هي كان عندها 15 سنة، أنا كان عندي 30 سنة، كنت صغيرة قبل ما اتنسي أعرف العيلة. محمد الديب كان متجوز جمال زايد. عائلة زايد عائلة منتجة كلها حقيقة، يعني عندهم آخرهم دلوقتي ياسر زايد مخرج. إنما هو شفنا منهم متيع زايد منتج، شفنا منهم ممثلين، شفنا منهم مخرجين، شفنا منهم مصورين، شفنا منهم منتجين، شفنا العيلة، عيلة أسرت الفن المصري. عيلة زايد، عيلة زايد أسرت ممدوح زايد ممثل كان فرحان زمان، خدت بالكم؟ فهي العائلة ديت الحمد لله غنية بفنها، وهي في طيبة وكواليسها جميلة وكانت حبوبة جميلة، كانت جميلة مقدمة، وكفاية ابتسامتها، وأي عمل كانت تشتغل فيه كان ينجح. ليه؟ لأن نيتها كويسة، البقاء لله دايما غائبة القادرة زي ما بتقول.